الفنان حسين كمال ممثل مصري، ولد في عام 1927 ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام 1947 في دفعة المعهد الأولى. قدم عدة أدوار ثانوية بالمسرح، حتى كانت أول مشاركة له في السينما بفيلم زهرة بطولة علوية جميل وصلاح منصور. شبي إحنا التلامذة، حماتي ملاك، وفي فيلم بداية ونهاية عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. شارك الفنان حسين كمال في مسلسلات سنبل بعد المليون، رحلة السيد أبو العيلة البشري، ليلة القبض على فاطمة، عيلة الدغري، لا إله إلا الله وغيرها. ويذكر أنه قام أيضا بإخراج بعض المسرحيات، ومنها سكة السلامة وبداية ونهاية، وشغل منصب مدير المسرح القومي لفترة. توفي في عام 1993. رحم الله الفنان القدير حسين كمال. عودة مرة تانية مع كل مشاهدينا ومصر جميلة وفقرة أبيض وسود، والنهاردة بيسعدنا أن احنا نلتقي مع الأستاذة منال بنت الفنان القدير الأستاذ كمال حسين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وصباح الخير. وطبعا دايما فقرة أبيض وسود فرصة أن احنا نتعرف على الجانب الآخر من فنانيننا العظام. منورانا النهاردة. أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا الفنان كمال حسين يعني متفرد بانه الدفعه الاولى من معهد العالي للفنون المسرحيه عام 1947. قول لنا الحكايه، لانه كمان خريجي المعهد واول دفعه، يعني ده داخل عن تصميم واقتناع تام يعني تماما بالحكاية. طبعا طبعا هو كان مصر ان هو يدخل، هو كان في كليه اداب وسابها، وده كان سبب مشكله في العيله لان جدي ازهري، ف كان معترض على دخوله المعهد، بس هو اصر، يعني هو راح من وراه وقدم وكده ودخل المعهد. فجدي لما لقى انه ماشي في خط مستقيم وان ما فيش اي حاجه تشوب الوسط وقتها، فوافق، اقتنع في الاخر، بس وشق طريقه. بدايه الانطلاق كانت ازاي؟ بدايه الانطلاق وهو طالب في المعهد. الفنانه بهيجه حافظ شافته في المعهد وخدته، واول واحد اشتغل من الدفعه بتاعته في السينما في فيلم زهرة السوق، وبعدين انا ستوتة مع الفنانه صباح. طيب يعني ده شيء جميل انه يشتغل في السينما واول واحد. حضرتك طبعا يعني بس قول لنا مين اللي كانت دفعته كده، ذكرينا باهم الاسماء اللي كانت معاه في الدفعه. كان عمر الحريري. بصي اصل انا مش متذكره كل الدفعه يعني. فريد شوقي الله يرحمه. يعني هو سبق النجوم دول. ده اللي اقصده، هو اول واحد. فريد شوقي وسبق عمر الحريري ان هو يدخل السينما. يعني حتى الفنان قدير الله يرحمه عمر الحريري هو اللي قال الكلام ده في برنامج. اول واحد شدنا هو كمال حسين. يعني هو اول واحد دخل السينما وهو اللي ابتدى اول خطوه، وابتدى ياخدنا واحد ورا التاني. فتح لهم المجال والافاق، فتح الباب. طيب خلينا نتكلم شويه على الجانب الشخصي في حياه الفنان القدير الاستاذ كمال حسين. كان مين صحابه في الوسط الفني؟ كانت ايه هواياته؟ هواياته اولا القرايه. القرايه معظم الجيل ده كانت هوايتهم القرايه. وفي كل حاجه، يعني مش في تخصص مثلا بتاعه بس، لا ده كان في الاضاءه، يشوف يعني بيقرا في الاضاءه، في الملابس، في كادرات التصوير والحاجات دي، لان انت عارفه لانه اشتغل مخرج مسرح كمان. كل حاجه، سياسه طبعا لازم يقرا، ادب. انما بالنسبه بقى للمقربين لي قوي كان الفنانه سهير البابلي والقديره رجاء حسين، ربنا يديها الصحه يا رب، والفنانه زوزو ماضي، المخرج نور الدمرداش الله يرحمه، والفنانه كريمه مختار. دول كانوا مقربين لينا اكتر. طبعا حضرتك يعني عاصرتي الوالد، و
شفتي ازاي هو بيحضر الادوار؟ الوالد هو دلوقتي معانا صور ليه على الشاشه، كان غيف الاناقه على الشاشه، ازاي كان بيحضر الملابس؟ كنت بتذاكري له سيناريوهات انا عارفه. فكلميني عن الجزئيه دي، دورك معاه في الاعداد بقى للافلام كبنته اللي بتساعده، وكمان هو ازاي بيحضر الملابس، الشياكه، الاناقه دي ان هو يظهر بيها، وعلاقه ده بقى بشخصيته الحقيقيه. هو بصي، هو اساسا هو اللي بيحب ينظم لبسه بنفسه. فكان لما يبقى في دور يبتدي بقى يجيب مثلا بدله، الكرافتات، ايه اللي ماشي مع دوت وبتاع، ويوضب، وكل رقم مشهد يحطه في جيب الجاكيت عشان يبقى عارف ده المشهد بتاع البدله دي بتاعت المشهد ده. فانما بالنسبه للادوار وكده، فهو كان يجي له السيناريو. اما كبرت طبعا وابتديت افهم ايه الوضع، كان بيجي له السيناريو، انا اللي بقراه الاول، يقول لي قولي لي رايك فيه اه او لا. لو قلت له اه يقول لي خلاص ابتدي خططي لي دوري عشان ابتدي اذاكره. يعني كنت المساعد الاول بقى بالنسبه لي. فكان اخطط الدور، يبتدي بقى ينقله في كشكول. ياخد دوره والدور اللي قدامه، بدايه ما بيقول ايه ونهايه بيقول ايه، عشان يقدر يخش بكلامه بعد كده. وكان يقعد يحفظ زي ما كنا بنذاكر زمان واحنا طلبه، يقعد يذاكر في البيت وتعالي سمعي لي. فكنت اقعد اسمع له، ساعات بيتعاقد يعني. ازاي بقى؟ كنت بتعملي معاه ايه؟ لا دي اسرار بقى. طيب حضرتك يعني ما تاثرتيش بالوضع وحبيتي ان انت تدخلي المجال الفني؟ لا انا ما عنديش الموهبه، بس انا كان نفسي اخش مع السينما قسم مونتاج، وهو اللي رفض الحقيقه. ليه؟ ما اعرفش، هو كان مش عايزني اخش الوسط. على فكره معظم فنانين الجيل العظام يعني بيلاقوا ان المهنه كانت بتبقى شاقه جدا وصعبه جدا، فكانوا دايما مشفقين على اولادهم ان هم يخوضوا نفس الصعاب. لانها متعبه جدا، الالتزام اولا، و بس هو عشان السهر، وان ممكن انت مش مرتبطه بمواعيد عمل معينه، فده كان مرفوض بالنسبه له. هو ده اللي اكتر حاجه ان هو خلاني ما اخشش الوسط. هو كان اب جديد؟ لا ده كان صاحبي بجد، احنا كنا اصحاب جدا. وعمرنا ما اختلفنا يعني. حضرتك بنت وحيده ولا يعني ما فيش اخوات؟ لا عشان كده الاعتماد كان عليكي في المذاكره في كله. طيب الفنان كمال حسين بالرغم ان هو اول شغله كان في السينما مع بهيجه حافظ، لكن خريجي يعني معهد عالي فنون مسرحيه لا يمكن ينسوا شغفهم تجاه المسرح. طبعا هو رجع تاني لبيته الاساسي المسرح القومي، وقدم مجموعه من الادوار والمسرحيات الجميله، واخرج في المسرح القومي. كلمينا عن الفتره دي بقى، المسرحيات اللي اشتغل فيها كممثل والمسرحيات اللي اخرجها، وكان متميز بايه في الاخراج؟ بصي انا طبعا وقت المسرحيات اللي هي الكبيره بتاعت المسرح القومي انا ما كنتش لسه جيت فيها او اقع عليها يعني، انما انا شفته هو بيخرج، بس مش على خشب، شفته على خشبه القومي بس، كان الفنان يحيى الفخراني. فانما اخرج حاجات كتير يعني، اخرج ايوب الجديد، الست هدى، غبي في الفضاء مع اشرف عبد الغفور، في مسرحيات كتيره الحقيقه. بس هو كان عنده طريقه معينه ان لازم اللي هو بيقوله لازم يتعمل، لازم الالتزام على خشبه المسرح، مفيش خروج عن النص، مفيش اي حركات افتعاليه حتى في تعبيرات الوش. يعني اما كان يخرج لحد ويلاقيه بيعمل كده او حركات يقول له لا انا مش عايزك طبيعي، عايزك سلس، عشان يوصل للناس اللي انت بتقوله صح. طب احنا عايزين نرجع مره تانية للسينما، واحنا معانا جزء من فيلم غرام في الكرنك، نطلع نشوفه مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين، ونرجع مره تانية نواصل لقاء. كان من اجمل الافلام كمان، واللي من خلالها شفنا يعني نوع جديد من الاستعراض، وشفنا جمال الاقصر وغيرها من الاماكن السياحيه. استاذ كمال حسين كان بيختار الادوار ازاي؟ يعني بعيد عن انت كنت بتقيمي، كان في ممكن يبقى الدور يجيله يرفضه؟ يعني كان ليه معايير مخصصه في اختيار الدور او رفضه؟ طبعا هو ما يهموش الدور كبير او صغير، هو المهم الدور بيقول ايه. يعني ممكن دور صغير بس بيبقى ليه معنى كبير، او بيبقى ماسك العمل من اوله لاخره، ليه مضمون.
ده اللي كان يهمه في الدور بتاعه، غير كده لا. هو طبعا اشتغل افلام كتيره قوي، له في اكتر من فيلم مع عبد الحليم حافظ، والافلام دي كان دايما بيبقى مشكله لعبد الحليم حافظ، يعمله مشكله. يعني ايام وليالي عمل له مشكله وكان عاوز ياخد حبيبته ايمان، خمرت العكنانه كانوا بيقولوا عليه كده في الفيلم. الخطايا برده عمل له مشكله، تسبب في ايجاده بشكل يعني غير شرعي للحياه، وعمل مشكله مع والدته في الفتره دي. ايه حكايته مع عبد الحليم بقى؟ يعني احكي لنا بقى ذكريات الافلام دي. لا بصي، انا الحاجات دي اساسا ما كنتش موجوده ساعتها، فما عنديش خلفيه جامده قوي ليها، بس انا كنت اعرف ان هم كانوا على اتصال، كانوا بيقابلوا بعض كتير. يعني كان في تفاهم بينه وبين عبد الحليم، واضح ان التفاهم ده برده موجود على الشاشه. خلينا نروح مع حضرتك ناخد كده جزء من فيلم ايام وليالي، الفيلم الرومانسي الرائع مع عبد الحليم وكمال حسين، ونرجع نكمل حوارنا. رجعنا لحضراتكم مره تانية وشفنا جزء من فيلم ايام وليالي بين كمال حسين وطبعا الفنان الراحل سراج منير، حوار شديد اللهجه لانه كان ساعتها متحور، يعني ابن متهور، مع انه في الحقيقه اكيد مش كده، هو دايما بيظهر ان هو الشخص الهادئ جدا المتزن على الشاشه في معظم الادوار. هل على الحقيقه برضو كان بنفس السمات دي؟ بابا ما كانش بيمثل، هي دي طبيعته، هادي جدا، بتعرفي تاخدي وتدي معاه، ممكن من اول قاعده تبقي صديقه جدا وتروحي له بكل اسرارك، بيريح اللي قدامه، عمره ما كان انفعالي ابدا. طيب طبعا الوالد كان صوته كمان مميز، وده مكنه من ان هو يعمل دوبلاج في فيلم عمر المختار. ايوه كلمينا عن التجربه دي، لانها تجربه برده فريده، مش كل واحد بيتهيأ له الفرصه ان هو يشتغل في فيلم عالمي ويعمل الدوبلاج. هو اتعرض اما سافر لندن عشان يعمل الدوبلاج، فاتعرض عليه كذا شخصيه، وهو اللي اختار الشخصيه بتاعت الضابط ده واصر عليها. يعني كان في كذا دور قدامه هو اللي ينقي منه، كان عندهم الحريه ان هم ينقوا، ما كانش محطوط له شخصيه معينه هو اللي هيأديها، لا هو اللي اختار الشخصيه دي. حتى ملامح الممثل اللي هو بيأدي دوره قريبه شويه من ملامحه، يعني تحسي ان هو اللي كان بيتكلم، مش يعني هو اللي بيمثل وبيتكلم. صحيح. طب نتكلم اخيرا على المسلسلات اللي اشترك فيها، وكمان معظم المسلسلات اللي اشترك في تمثيلها كانت ليها رساله للمجتمع. يعني لو اتكلمنا قلنا رحله سيد ابو العيله البشري، سنبل بعد المليون، ليله القبض على فاطمه، كلها علامات مميزه في كلهم محامين في التلفزيون. كلمينا يعني عن اشتراكه في هذه المسلسلات واختياره للادوار. ما انا بقول لك ان هو ما كان يعني بيهمه ايه بالدور بيقول، يعني بيقدم ايه، مضمونه ايه، غير كده ما بيهموش حاجه تانية. الانضباط في نفس الشخصيه منضبطه ولا لا، دي اللي كان بتهمه اكتر. يعني كان لما عايز دايما يعني يقدم نموذج الرجل المنضبط على الشاشه المصريه. بالظبط. طيب هل الانضباط ده بقى اتنقل ليه كاداره في المسرح القومي وادار المسرح القومي؟ ودي برده مهمه ثقيله جدا، يعني بيتصدى ليها دايما الناس العظماء. يعني اداره المسرح القومي قعد قد ايه، كام فتره؟ لا هو ما قعدش كتير، يعني هو المدير الوحيد اللي في المسرح القومي قدم استقاله، ما اقلش. يعني هو قعد فتره قليله، بس كان عامل خطه للمسرح لمده سنه كامله، ودي كانتش بتحصل دايما، كان دايما بيعملوا سيزون. هو قدم سنه كامله، عامل خريطه هيتقدم ايه، والمسرحيات ايه باسمائها بابطالها كل حاجه. قبل يعني ده يعني الحقيقه كلام حضرتك يدينا ملمح عن شخصيته، ان هو كان شخص منظم جدا حتى جداً. في الحياه يعني اللي عامل بلان لسنه قدام، بعارف المسرحيات بالابطال، بحريص ان هو يختار نوعيه من الادوار يظهر بيها في المجتمع او في الافلام والمسلسلات، ده شخص منضبط جدا 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 جدا. بابا كل حاجه كانت عنده بنظام، عسكريه عسكريه صعبه قوي يعني، بس محبوبه، يعني عارفه عسكريه بس محبوبه ومقبوله، تاخديها كل اوامره بحب. نورتينا يا استاذه منال، ربنا يرحم الوالد، وادواره ما زالت موجوده ومنوره حياتنا على الشاشه
دايما باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك ولوجودك معانا. ميرسي قوي. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء مع حضراتكم ومصر جميله.